بدي اياكي يا شيخة زمزم تجيبي لي وضاح على قفاه وتخليه ما يعرف حاله وين. والله يا اختي هي الشغله بدها الشيخ جوهر، انا ما بقدر عليها. استني لشوف لك يا اذا فاضي ولا لا. لا الله يخليكي، خليه يفضح، ما بقدر اجي مشوار تاني. يا اختي الشغله مو بايدي، اذا كانوا عنده اخواته حاضرين ما بقدر يحكي مع حدا. ليش اخواته عنده؟ لك الملك الاسود والملك الاحمر، هدول ما بيتركوه بنوب. فضايلك والله احد. اصحك تفكري بالشيخ بشي عاطل، لانهم بيشوفوكي بيسمعوكي. هي انا نبهتك، انتبهي، بينبهوكي اول مره بعدين تصطفلي. ما دخلني انا اوعك. شو الصبح يا سيدي؟ هي بدها تخطب بنتها لواحد اسمه وضاح واسم امه رويده، وبنتها اسمها زكيه واسم امها صبحيه. شلون شلون؟ الام زكيه والبنت صبحيه؟ لك لا، البنت زكيه والام صبحيه، بس وضاح ما بده وامه ما بده اياها، بده وحده اسمها رويده على اسم امه. يلا قوم اقطع الخيط. ايوه والله مو بعيدة يكونوا كذابين. يلا هلأ هلأ اطعوا اطعوا. ولي ضايلك لو والله واحد، دستور من خاطركم. يا لطيف يا لطيف. اوعك تعيديها مرة تانية، ولو بتكوني بآخر الدنيا بجيبوكي ويمسكوكي وبيمسخوكي وبيعملوكي معزاية عم تمعي ليل نهار. لا دخيلك ببوس ايدك. يو شو معزاية؟ قولي على قامتي. انا حذرتك ونبهتك. والله ما عتعيدها ما عتعيدها بحياتي. شو بدنا نساوي هلا؟ الشيخ زعل منك هو واخواته الملوك. استسمحي لي منه، داخلي على الله وعليكي. كل شيء الا زعل الشيخ واخواته الملوك. ماشي رح حاول معه، بس لانك ادميه وبنت حلال، ولا لو وحده ثانيه غيرك ما دخلني. تصطفل منا الهم لملوك الجان. يا ربي سامحوني يا رب يا رب. والله بعينتو هالشيخ، شيخ له انتو واخواته. يلا الشيخ عم يستناكي. ان شاء الله رضي يسامحني. ايه حكيت معه لكان. يلا الحقيني تعي. يعطيك العافية شيخي. عدي عدي. ايه بقعد. أنا شيخي جايتك مشان. اسكتي أنت. وضاح ابن الرويدة. إيه شيخي؟ إيه هو؟ زكية بنت صبحية. إيه؟ إيه هي؟ وأنت صبحية. إيه شيخي؟ إيه أنا صبحية. لا تخافي، يعني حلوانك عندي أكيد أكيد. شو ما صارها يعني حلوانك عندي. خلاص لا تنسي لي شغلة وضاح. وكلي على الله أم صفوان. ولك رويدة مو هي اللي مقطعها أم صفوان؟ ما بعرف يا مو، بس والله يمكن هي اللي بعت لها دائسة. شو عم تعمل هون؟ مرت عمي مرت عمي، أمي عاوزتك. يي هي أنتو، والله ما عرفتكم. يو اي بس نحن عرفناكي يا بعدي. خير خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. خير ان شاء الله، شايفتك طالع من بيت الشيخ جوهر، الله يجعله خير يا حق. صفوان ابني تقبريني، والله جاي علي شويه وجع راس، قلت اروح لعند الشيخه زمزم خلي الشيخ جوهر يعمل له حجاب. ووضح شبه سمعتك عم تقولي لا تنسي لي شغله وضح. وضح ايه؟ قلت لحالي يعني بطريقي بعمل له حجاب من العين. ايوه من العين، الله يجزيك الخير. يلا بخاطركم. الله معك والقلب داعي لك. ان شاء الله بتروحي فرم الهي. امشوا يا مو. الله يقصف عمره هالام عبده، شلون شافتني وعرفتني. والله بكره لتفضحني بالحاره، وخصوصي اذا حكيت لام وضاح. هي من غير شي ما بتطيني. شلون إذا عرفت إني عم روح لعند الشيخ جوهر مشان أعمل له عمل لابنها؟ ولي على قامتي، شو عملت بحالي أنا؟
شو بدي ساوي هلا؟ ايوا والله مالي غير اسبقها لعند ام وضاح واقطع عليها الطريق. شو هي شغلة وضاح يا ترى؟ مرت عمي ام صفوان عم توصي مرت الشيخ جوهر انها ما تنساها؟ غريبة والله. ومسكتك يا كرنيبة يا شرنة. وقال شو؟ بتنظنظ لي حالة وبتتمسكن وبتقول أن غشيمة يا بعدي، وبحياتها لا راحت على الشيوخ ولا بتعرف بهالشغلات. الله لا يوفقك يا صبحية. قال أم صفوان قال إن شاء الله ما بتشوفي الصفا والهنا بحياتك يا مقوصة يا محورقة. معناتها من هيك عبده تغير من يوم ما أخذ بنتها. يا ترى كم حجاب صارت عاملت له؟ والله أعلم شو عم تسقي والطعمي كمان. لا هاي شغلة ما بينسكت عنا بنوب. ايه والله بتروح للصبي. يامو يامو شبك شبك شو في؟ يامو شو بوضح؟ اه يعني ليش لحتى مرت عمي ام صفوان تساوي له حجاب عند الشيخ جوهر؟ يا وانت شو دخلك بهالقصة؟ اه شو دخلك فيها؟ هات ايدك لشوف. ايه بتأمر حكيم. صباح الخير عمتي. يسعد صباحك يا عمتي. تفضل. الله يسلم هديات عمتي. اوعك السنة تنسينا من الامر الدين. ها ليش في بالعادة انساكم تقبرني؟ والله الحقيقة انتو طول عمركم مفضلي. فضلنا على حالنا. خلصلي هلا حاجة للتوعجن عمتي. ما راح تجوزي لوضاح بقى؟ لكان شلون؟ ان شاء الله بفرح فيك وفي بيوم واحد الهي وانت جاهي عمتي. إلا لأمك تروح تدور لك على شي بنت حلال من الحارة. والله عنا كل بنت بتطير العقل. والله يا عمتي أبي وأمي مو تاركيني بحالي، بدون يجوزوني وأنا مالي رضيان. ليش لك عمتي؟ يا عمتي أمي بتجوزني بنت خالتي، وأبي بتجوزني واحدة من قرايبينه، يمكن بنت عمي أبو عبدو. بنت عمك أبو عبدو؟ إيه كتير كتير بنت ظريفة ومعدلة ومتقنة ما بها شي. وأنت ليش مانك رضيان؟ كلا أنا بيني وبينك حاطط عيني على وحدة من فوق فوق كتير، بنت بكوات يعني. يو بكوات؟ ايه بكوات. ليش انا باخد حيالي وحدة يا عمتي؟ اساسا مو طايقة للحارة كلها لحتى اتجوز وحدة من الحارة كمان. لا لك عمتي ما بصير تحكي هيك، هي حارتنا واهلنا وناسنا هدول، والله ما خلق بحلاوة بنات حارتنا وتقانتهم وحشمتهم. ماني متجوز بنتك إذا بدك تطيري للسماء. شو هالحكي؟ الحمد لله. الله يرضى عليك يا حق. شو وين سميحة؟ على مهلك عمتي على مهلك. وين رايحة؟ أبو وضاح بالبيت غطي على وشك. يو أم وضاح. أبو وضاح مثل أبوها سبحان اللي صورها وكونها على طول بسيرتكن. عمي أبو وضاح وعمتي رويدة. إيه بعرف مرتخي بس الأصول أصول، وأبو وضاح ما بيحب يشوف حرمة مكشفة عن وشها. يلا وضاح خدي لي طريق بيروح على الحاصل. تفضل ابن عمي ما في حدا غريب. يلا 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 يا رب. مرحبا عمي. أهلين. استغفر الله نزلي على وشك يا بنتي. أنت بنت مين؟ شو ما عرفتني عمي؟ لا والله بلا صغرة. مين أنت؟ الله يستر عليكي. يا أبو وضاح هاي بنت أخي. أنا من نون رويدة ولا زكية؟ لا عمي أنا زكية بنت أبو صفوان. شلونك أبو وضاح؟ أهلين أختي صفوان. الله يخلي لي إياكي. شلون أبو صفوان؟ الله يسلمك. تمام الحمد لله بسلم عليك. وانت كمان يرضى عليك يسلمين عليه. ايه الله يسلمك. شايف يا ابو وضاح؟ شايف هالدرسانة؟ جاي اليوم خص نص تعمل لك اكلة حلو حلبية. الي؟ ايه خصوصي اجت اليوم مشان هيك. شو هالحكي؟ وشو اسمها الاكلة؟ هاي اكلة تعلمتها من بنت اختي اللي متجوزة على حلب. اكلة كتير طيبة بسموها مامونية. مامونية. هو أنا بصراحة ما بيواتيني الحلو بس يعني كرمالكم باكل لي لقمتين. يسلموا إيديها. يلا يلا عن إذنكم. يلا تفضلوا تفضلوا.
السميدات اللي جبتيهم معك زراف؟ ايه يا أم زراف كتير. هلأ بتروحي على بيت المونة مثل الطير الطاير، بتعملينا شوية قطر مثل ما علمتك، لا تبهدلينا قدام عمتك. لا تخافي يا أم، انت ما عليكي، لا توصي حريص. وبتحمصي السميدات شوي. والله يا أم صفوان ما لا قدرانة تقوم، لأنه ضلت طول الليل وهي عم تخيط. ييتو قبريني خليها نايمة، نوم العوافي إن شاء الله. هي عندك زكية، شو ما عندك شغل بتشتغل لي. ليكي ليكي يا مو، وبعد ما حمس ميدات شو بدي ساوي؟ شو جايبون هدول من صباحية الله؟ شو شايفين لزيارات بمنامون؟ لا وأخوك يا أبو صفوان بيقلي العين تحرسوا هالوضاع، طالع خنطق منطق إلي وبيحبه، بيحبه من صمصيم قلبه. لا مرتخي لا، وضح يشكل قاسي، بيشبه أبوه بشبابه. ليش موضح؟ مو عاجبك إنه وضح يطلع لخاله؟ لا مرتخي مو هذا القصد، إخواتي زينة رجال الحارة، بس وضح يشكل قاسي غير شكل. إيه مثل ما بدك. زكية حطيتي الأطراط على النار؟ إيه يا مو حطيتهم. مسكتك يا عفريتي على بنا نايمه مو هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شلونك سموحة؟ اشتقت لك حبيبتي. منيحة منيحة بس بعدي عني. وين وضح؟ بالحاصل. يي علينا، فكرته هون، قلت لحالي بنطلع بسلم عليه. وضح ما بيحب حدا يطلع لعندهم منهم، خصوصي الحريم. يو ليش أنا غريبة؟ الله يسامحك يا سموحة. تعال مش لك شعراتي. وأخوكي أبو صفوان ما عم يعطي كلمة لحدا، مو رضيان، وكل يوم بيجينا خطابة. يو ليش أخي ما بده يجوزها للبنت؟ مبلا، بس يا ستي قال هالبنت مندورة لوضاح. أبو وضاح قايل له لأخوكي يوم الخلقة زكية هاي ما بتفرط فيها، بتخلينا إياها لوضاح. لا مرتخي لا، إذا أجا نصيبها جوزيها حرام ما بيجوز. بعدين يعني بركي وضح ما بده اياها وهي ما بدها اياه، ما بصير نجبرهم حرام. عن اذنك مرتخي لشوف مين على الباب. اه يا كرنيبه بعرفك، انا اللي بعرفك، طول عمرك ما بتطيقينا. هلا بنتي ما عاد تعجبك مو هيك؟ ماشي الحال، دبارك عندي. إذا ما بجوزها لابنك غصب عنك وبتحجب بناخيرك دحش، ما بكون أنا أم صفوان. والأيام بيناتنا ميت أهلا وسهلا، شرفتونا وآنستونا والله. بالمهلس موضح كيفك؟ طمنيني كيف أوضح، كيف صار؟ الحمد لله أحسن بفضل رب العالمين. أخ أخ عال الحمد لله، إلهي لا يحرق قلب أم على ولدها، إلهي وإنت جاهي يا رب العالمين. آمين. شلونك خالق موضح؟ الحمد لله حبيبتي، إن شاء الله بفرح فيكي عن قريب. تفضلوا 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 على الليوان. يلا يا مو خفوا رجلكم أوعب. يا مو شاهر، يا مو نحن رايحين، بدك شيء قبل ما نروح؟ لا يا مو سلامتك. يلا يا مو. وانت وين رايحة؟ رايحة معنا يا مو، والله طق قلبها وهي محبوسة بهالبيت. لا يا مو ما بصير تروح. برضاي عليك يا أمي، خليها تروح معنا بس هالمرة. يا مو طول ما لها العصمة جوزها ما لها طلع برات هذا البيت، بس تتطلق بأخذيها وين ما بدك. يا تقبروني على هالسمعة، شو تتطلق؟ يعني إيش كان جوزها بدي يطلقها أنا بقدر أمنعه يا مو؟ ولا شو بدكم يعني أعمل؟ قلوا لا تطلقها ولا روح ترجع له بشان الله رجعها؟ عال والله. يا يلا يا مو خفي رجلك، بدنا نمر لعند أم أدهم لأنه مشان ناخذها معنا. أم أدهم ما بتروح؟ إيه ما بتطلع من بيتها غير لعند أهلها. تقبليني أنا أولت مبارك شفتها، قالت لي إذا بدكم تروح لعن بيت أم وضع بدي أروح معكم. يلا يا مو يلا ارخي عن وشك ارخي. يا مو صباح. ايه يا مو. لا تفتحوا الباب لا تطلعوا صوتكم.
حاضر حاضر. مالي قدرانة أشوف حدا ولا زاير حدا. الله يسامحك يا أبو أدهم، الله يسامحك. ما قلت لك يا مو هي أكيد ما بتروح معنا، كل مرة بتعمل هيك. يا مو الله يرضى عليك، لا تظلميها، جوز تكون راحت لعند أهلها. اي دقي كمان لشوف. دقي دقي. خلص يا مو خلينا نمشي امشي. يلا. والله يا أم وضاح، من وقت ما درينا بوضاح بدنا نجي نهنيكم بسلامته، بس والله والله مالك علي يمين، ما أنا عم نفضى ابنه. بتعرفي أبو خير موظف بالسرايا وما عارفه كتار، وعلى طول عنا ضيوف، هذا غير رفقات خيره وضيوفه. يا الله وكيلك، ما عم نعرف ليلنا من نهارنا. الله يعمر دياركم ويكتر محبينكم يا أم خيره. تسلمي. آمين يا رب. شو جاي تساوي هي كمان؟ من إمتى صايرة صحبة هي وأم وضاح؟ لا أكيد الشغلة فيها إنه يا بدها تخطي يا أما بدها تخطب. يو شبكي أم صفان، شو شاغل لك بالك؟ خير إن شاء الله. لا والله ما في شي، ما ينشغل بالك على غالي. والله يا أم خير ومالك علي يمين، إني بحبك من جوات قلبي. تحبك العافية إن شاء الله، وأنا كمان كتير كتير انبسطت بشوفتك. والله لو عارفة أنتك هون كنت أجلتها لهالزيارة. شو ما خطبتيها لزكية؟ والله كل يوم عم يجيها خطابة، بس أبوها مو رضيان. الله وكيلي، ما بتشوفها وحدة إلا بتجي تاني يوم تخطبها يا لأخوها يا لأبنها. ها ليك أجت بنت الحلال، تقبريني شو متقنة ومجذبة، لك ما بيشوفها حدا إلا وبيتاخد فيها. عين الله تحرسها. ما شاء الله عليها. شو وينها سميحة؟ ليش هي ما جابت الشاي؟ أنا ما خليت عمتي. الله يهديكي، الله يحرسك. لك عمتي طلعي قدامك الله يهديكي. أنتم معلين البرطوشة؟ يبعتلي حمى صبتك بالعين، اسم الله عليك. هلأ طلع الحق على البرطوشة؟ خص حدا يسمع. لك شامين شي ريحة يا جماعة؟ إيه والله كأنه في ريحة كشكة محروقة. يبعت لي حمى، نسيت سميدات على النار. يا جماعة هي ريحة كشكة مو سميد. لا يوه ريحة سميد، بس هي ريحة سميد بتشبه ريحة الكشكة. يوه